زهرتان بعد العشر لم تكملهما بعد، زهرة من زهرات فلسطين خطفت من حنان ودفء حانية 3 شهور لتقبع خلف قضبان لم تجرح من معنوياتها إلا براءة الطفولة التي أعدمها السجان ومزق أوصالها. ديما الواوي ابنة حلحول من عاصمة الغضب الفلسطيني كما يطلق عليها سكانها، هبوا جميعا من شخصيات رسمية وشعبية وأهلية لاستقبال عنوان تجاوز في مضامينه أياما عاشتها الطفل القاصر في حياتها. طلعنا 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 وقهرنا السجان، طلعنا 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 وقهرنا السجان، والنار بتضوي بالعتب يا اخوان الحرين عمي، والنار هو حضن الأم الذي بكى فراقها بعد أن خرجت طالة على أرضها قبل 3 شهور لتجد جندا مجهزين لمعركة فصولها غير متجانسة مع ربيع طفلة كبلت يديها وعصمت عيناها بتهمة حيازة البراءة وسكين فواكه. ليس غريبا فهي تسمى ديما أو تسمى فلسطين، فهما وجهان لعملة واحدة. لشبكة عروبة الإعلامية